نعم سمر، يعني لابد لنا طبعا من أخذ حديث من صديقاتها يعني مباشرة للتأكد أكثر مما جرى أو تفاصيل ما جرى. يعني نحن وضحنا بأول النشرة شو اللي صار، بس أحسن تطلع منكم يعني تقولونا شو اللي صار. هلا هي اللي كانت هناك، خليها هي تشرح لك. أول شيء نحن بنصف الإيمان التائم بالبكوان، كنت أنا مرة رايحة على مدرستي عادي، يعني بلاقي في بنت صغيرة محطوطة عم بيسووا لها إجرة. ايه قمت بقول لي واحد في بنت مسطوطه بالارض روح شوفيها، لقيتها من مدرستي يعني من كوستيومها مبينه هي من المدرسه، وفي اسعاف شعبي بالوجه وما في حدا والعالم مجمعين حواليها وما في شيء، يعني قاعده بالارض بس دمها عم بيسوح. مين ما دقيتوا للامبيلانس؟ اكيد دقينا للامبيلانس، بس الامبيلانس لما فتنا على المدرسه صارت 8 ونص اجى الامبيلانس. شو اللي صار؟ مين اللي فات على المدرسه؟ يعني انتم هاي اللي اكثر شيء مضايقكم. انا دق لي تليفون غريب وقال لي انه في بنت سمار ناصر مرميه على الارض، دق لاهلها. ما معي رقم اهلها، فقلت انه فوت على المدرسه وهن اللي فيهم يوصلوا لاهلها. فتت عن دغري لقيت مدام غاده بالويش، قلت لها مدام غاده هيك القصه في بنت برا، قال ايه بنعرف. قلت لها طب شو فينا نعمل؟ قال ما فينا نعمل شيء مش مسؤوليتنا. طلعت عفيك. يعني من اول ما صارت الحادثه عرفناها انها ميتة، حالتها كان كثير مخترعن، بابا هو اللي حملها هو وبيا. اول شيء مفتوح راسها، لونها اصفر اصفر وعيونها لبرا يعني. طب ليه المدرسه اليوم، ليه المديره ما دقت لحدا؟ بركي دقت لحدا وما قالت لكم انه انتم بخصكم، ما بخصكم. قالت لنا انه هي مش مسؤوليتها لانه الحادث صار برات المدرسه. وضلت ربع ساعه، نحن رجعنا طلعنا دقينا لاهلها وعرفنا لاي مستشفى وهيك. وما تقولوا لي ل 8 ونص لهي حدا اجى اخذها؟ 8 ونص لحدا اخذها. ضلت اي ساعه صارت؟ اي ساعه صارت رولا؟ 7 ونص تقريبا. نص ساعة بالأرض وما حدا قادر يساعدها يعني. كان ليه انتو ما دقيتوا؟ ليه ما عملتوا؟ احنا كنا دجا فتنا على المدرسة وهي فاتت لأنه حرام ما بتعرف وين المطرح، دقولها وقالوا لها هيك هيك، ففاتت بتخبر المديرة لأنه ما بتعرف وين، فالمديرة ما اهتمت أبدا يعني. ليه هيك عم بيعملونا بس لانه نحن بمدرسه رسميه؟ بالمقابل كيف تتعاملوا يعني؟ يعني بنتعامل كانه نحن كثير واطيين قدامهم، يعني هن شيء كثير عاليين ونحن شيء كثير واطيين. بركي سوء تفاهم، ليه عم تاخذوها؟ مش سوء تفاهم، هن كل مره هيك، نحن ما فينا نحكي معهم، يعني بنفوت بدنا نحكي مع المديره بتقلنا اطلعوا هيك بهالطريقه، نحن ما بنحكي معكم، نحن بنحكي مع النظار تعولكم، روحوا احكوا مع النظار تعولكم. يعني نحن كثير زباله قدامهم. الله يرحمها. على كل حال سمر، هنا اود ان اشير الى انه يعني حاولنا الاتصال مع المديره طبعا للاخذ برايها ولايضاح ما جرى منها، ولكنها يعني اتصلنا بها مرتين ولكنها كل مره تغلق الخط في وجهنا، لا ندري لربما عن قصد او لربما مشغوله. طبعا سوف نحاول ان نتواصل معها لنعرف بالضبط ما جرى معها ولماذا هذا الموقف. شكرا لك يا زميله نوال بري.